بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وخوتنا الجزائريين وخوتنا التونسيين وخوتنا الموريتانيين، وكاع اللي تيشهدوا شهدوا لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكاع اللي متبع القناة ديال خليل النور. تنشكركم على الدعم ديالكم والمساندة والتعليقات الرائعة والتشجيعات ديالكم، وزيد اخونا خالد القدام تنشكركم بزاف 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 بزاف. بلا بكم الجمهور ديال خو خالد راه ما كاين حتى شي حاجة. خوتي وخواتاتي كاع اللي متبعين القناة ديال خوكم خليل النور، اليوم جيتكم بواحد القصة، قصة زوينة ما عاودتهالكمش في الجزء وقيل التاسع ولا ما نعرف الثامن ديال القصة ديال الانحراف ديالي، فاش كنت بربع سنين بالحبس في السجن ديال الخميسات قبل ما نضرب داك الجرتيلة وقبل ما يوقعنا داك الشيء. وتا هاد القصة اللي غنعاود لكم عليها تا هي تقيدات ليا في لا ديسيبلين في الدوسي ديالي موسخ باش يهزونا ترونسفير. تا هي التقييدات شنو هي؟ هي محاولة الفرار من داخل السجن ديال الخميسات. اخوتي كيما قلت لكم فاش جابوني من سلا داك القصه الاخرى اللي دازت، داوني الحبس الخميسات عندي 4 سنين بالحبس وانا باقي بيبي وما غاديش يدوني للبيبي. كنت في الكارتي الجديد، كنت مع شي ناس مع شي دراري مع واحد الدري سميتو هو، كنا غادي نهربوا حنا ب10 ديال الناس. المهم بواحد الخطة وواحد اخوتي التقنيات اللي بلا ما نقول لكم اخوتي انا جاي لكم الهضره هي ديك. اخوتي كنت تما مع الدراري وواخا باقي بيبي كما قلت لكم صداع وهادي وعاودت لكم معانا واحد الدري فاسي خويا نور الدين بلا ما نكنيه، دري فاسي من لومار ديسيبلين ديال السجون المغربيه، عنده مع المسؤولين ديال مؤسسة السجن الخميسات. كان ديك الساعة الحبس شوية مطلق وكل شيء فيه موجود. الحبس ديال الخميسات أخوتي كاينة باطيمة الوسط فيها 30 سيلول، 15 فوق و 15 تحت. كاين الكور ديال الفوقانيين هو بوحدو في ديك الساعة، كاين الكور ديال التحتانيين هو بوحدو هنايا، والوسط باطيمة لحقاش الحبس غير صغير. راه من الكروة ديال الكروة اللي تخرج منها في السيلول تلتا تنعس تدخل تدخلها البوست الرئيس المعقلها الزياره الباب الكحل حداك، مؤسسه راه صغيره والحباسه اللي مدوزين راه عارفين هادشي. هذا هي ديك اخوتي هذاك السيد سميتو نور الدين تيخرج تيمشي للكريف الباب الكحله، دخل للكريف الكريف تيدوزك للكارتي القديم، دخل الباب الزياره الزياره دخلك للبوست دخلك للكروه التحتانيه وطلعك للكروه الفوقانيه غير صندوق دلوقي. هي ديك اخوتي داك الدري تيمشي تا للكريف تيدخل من الكارتي الجديد تيدخل على الزياره تيخرج ديك الباب الكحله الباب الكبيره تيقلب الكريف تيمشي تيعطيو بطاطا تيعطيو خيزو تيعطيو حقاش المال ديسيبلين. ديك الساعه كانوا تيعطيو لعباد الله بحال هادشي هذا، كلشي تيديه من الكوزينه. هو غير تيخطط، هو تيخطط كيفاش غادي يهرب من داك الحبس، ولكن مازال ما قال لي لا انا حتى شي حاجه، لا هو لا انا لا دوك الاصدقاء ديالي. خويا مصطفى تا هو معانا، مصطفى ولد الخميسات كانت عنده 4 سنين د الحبس بلا ما نجبد كنيتو هي اللقب ديالو. هي ديك اخوتي هو راه معلم الساروت ديال اللي شاد الباب الكحله، معلم الساروت اللي تيحل الباب الكبيره بانه موكول، الساروت موكول. علاش؟ حيت تيخدم بزاف، حيت داك الساروت تيخدم بزاف في الباب الكبيره ديال الحبس. حل دخل حل دخل حل دخل حل دخل، داك الساروت معروف ديال الباب الحبس الكبيره راه موكول. هي ديك اخوتي هو جا تيعمر مع داك صاحبي مصطفى عنده 4 سنين حتى هو، وانا عندي 4 سنين ديك الساعه، وداك الفاسي عنده 10 سنين وقيل ما 12 سنه في ديك الساعه. هو غير جرام جرام اخوتي راه قصير ماشي شي زعما شي جو تاع ولا شي هادي، غير هو القرايه ولا تكنيك عندو الراس عامر من المال ديسيبلين عندو الراس عامر اي حاجه. هي ديك اخوتي قال داك السيد شنو واش ما نهربوش، كيفاش نهربو؟ قال لي شوف السبت والحد تيتسدو علينا غير الكراوي، انا تنخرج ليه الباب جيت الكريف
السبت والحد الاخر هو جيت الكريف. داز ايام جات ايام قالنا شنو نديرو شنو نديرو شنو غادي نديرو اخويا. قالك اودي السبت والحد كاين عندنا موظف في الكروال تحت هو غيفتح لي، هاي هو غيطلق عليا نور الدين غيفتح لي ديك السيباراسيون. فاش تحل ديك السيباراسيون، سيباراسيون اخرى محلوله، الباب اللي تدخل الزياره محلول، غيبقى بلا باب واحد غيدق ذاك الباب. شكون اللي غيحل من ذاك الباب الزياره؟ موظف واحد اللي كاين شد الباب هو اللي يجي غيفتح علينا من برا، الخطه راه تكمل. غنبراكيو ذاك الموظف اللي غيحل علينا السيباراسيون باش نخرجوا من الكروا حنا 10 ديال الناس، وغادي ندرمو الزياره، غنتخبعو هنا في الباب، غيدق غيدخل الموظف اللي شاد عنده السر ديال الباب الكبيره، غندخلو لقاعه الزياره، غنسدو داك البلاندي، غنطاشيو وغنكتفو، غنهزو لي غير الساروت اللي موكول. متوني اخوتي، سيروا معايا في القصه. هي هذيك اخوتي شدين نوينا نديرو هاد القضيه هادي، غنشدو البراكي وسير نيشان بالساروت نيشان سير الباب الكبيره حل، وغنخرجو 10 الناس. فهمتوني اخوتي، هي هذيك. يلاه واحد النهار صافي مشينا على الخطه، وتندرسو من هنا وندرسو من هنا وندرسو من هنا، ولكن هذوك الناس اللي معايا من غيري انا وهاد نور الدين وهاد مصطفى، كاين حميد كاين وشي دراري اخرين، ولكن واحد منا حنايا ناض مشى قال للموظف راه شنو غيوقع اشنو غيوقع اشنو غيوقع. فهمتوني يا خوتي، قال لهم اشنو غيوقع اشنو غيوقع اشنو غيوقع. جاو اش نقول لك، مي الله بغينا نبداو الخطه، اش نقول لك، ما نبوات موجودين، الزراوت موجودين، الجعابيل ماس كلشي موجود، غير اننا حنا داكشي غير نخلعو به، راه ما نقدروش نضربو. هي ديك اخوتي، انا يلاه دار ديك الساعه من 4 سنين واقيلا 6 شهور ما عرفت، 8 شهور ديال الحبسه تبليا خضراء مع كثرة القرقوبي، غير زيد عيب وليا فيلم يلاه انا يلاه. هي ديك اخوتي مشى البرقاق الشكام وصل الهضره، تتنشوفو السبت والحد تيكونوا 4 الموظفه في الحبس كامل، حبس كامل فيه 4 الموظفه، 5 الموظفه هما اللي كاينين. وفي داك الكارتي عندنا واحد موظف لتحت، كيما قلت لكم الدري الخطه ساهله، غنديرو طريق. هي هذيك اخوتي قلت لكم توصلت التشكيمه بلاد الشكام، وما يوقفوا عنا اخوتي. تنقول لك اشنا رئيس المعقل جاتنا كدا جاتنا هادي جاتنا، بلا ما نقول لكم اخوتي موظفات الحبس كلشي عيطوا عليهم. هما يجيو اخوتي داك ديك النهار ميت الزمتة، زيد دخل لبلاصتك اللي عنده شي بلاصه يدخل ليها. اش نقول لكم اخوتي، حيدت عليا داكشي، مشيت لبلاصتي بحال ما داير والو. زيد خرج انت خرج انت خرج انت خرج انت خرج انت خرج انت خرج انت، خرجونا كاملين اخوتي. هي هذيك، انتوما بغيتو ديروا البازيو، شكون قال لك؟ قلت لهم انا اخويا بغيت ندير شي بازيو. هو شي واحد فيهم اخويا قلت لكم انا ندير شي بازيو، انا نكرت اخوتي، بدا كلشي تينكر. شي وحدين لقاو عندهم الماس، ولقاو عندهم منهم داك البرقاق نيت داك الشكام، راه عارف راسو ولا كان تيسمعني، راه عارف وانا متبع القناه ديالي، هو اللي شكم بينا وباقي دابا تيشكم للمخزن ولكلشي. عفا عليه الله من الحبس وردات شكامت. هي ديك اخوتي جاو دخلوا علينا، بقاو تيقلبوا زيد، المهم تفيكتاو، داروا نبه وطلعوني الفوق، واحد طلعوا الفوق كل واحد، المهم بقى نور الدين الفاسي لتحت هو وداك مصطفى، حنا فيكتاونا طلعونا الفوق. هي هذيك اخوتي بقيت انا الفوق، هي فين قلت لكم درت داك لانكو، وهذه مشيت للكارتي القديم البيبي، ولكن تندوز الكارتي الجديد. هي هذيك اخوتي خدام شارجان دز، قال لنا اخي خير تهرب معانا، قلت لهم مش من خطه عاوتاني، قال لك رصا نادو شنو تيدير اخوتي، واحد الكور موالي الطرف اللي تيهبطو ليه السفلي بوحدو، ما بقاوش تيخرجوا ليه بنادم، تيتنشرو فيه غير الكواش، وموظف مقابل داك الباب اللي تيخرجك لداك الكور، لحقاش الباب تيخرجك لداك الكور ما قدامو لا بوست، ما قدامو حتى شي واحد يحضي، الا ما دارش موظف يحضي، بنادم مع الحيط قصير، الحبسة منك للواد، الحبس منك للواد، والحيط قصير، الحبس صغير، وهادي وهادي، السور ديال الرونتش ما قصير، كاين سور واحد هو اللي كاين،
نقصتيها انت على برا. هي هذيك اخوتي بقات غاديه ايام تنظر انا جات ايام هي هذيك اخوتي انا خدام كارتي قديم تندوز تنجي الايام فاش كنت في البيبي دوني للبيبي تندوز الكارتي جديد خدام شارجان ديال الحبس القديم وتندوز الكارتي جديد. هي هذيك اخوتي واحد شويه دزت عندهم اشنو داروا هما قالوا يا اخي خالد واش تهرب معانا يلاه دابا كي لا خويا خليوني صافي راه المسؤولين عطاوني الخدمه راني بيبي راني واقف في البيبي راني بخير مدبرت 50 غرام عندي علاش نهرب انا حقاش اي منتفى خوتي انا راه كنت تنضرب الحبس ماشي تنقول نضرب الحبس انا عنساليات المنتفى نخرج غير نرجع لا راك انت خوتي منين تنضرب الحبس وانا اللي بدا عليا المنتف الاول تنقول صافي ساليت غنخرج ما غنرجعش للحبس ولكن تنخرج اخوتي كثرت الدوزه وكثرت هذه ما تنشعش وتضطر واي منتف تندخل عليه راه ماشي تنقول غنخرج غادي نجي لا تنقول انا غنخرج غيعفو الله راه ما كاينش شي واحد تيبغي لهذا الشيء لراسو حقاش حنا راه بشر وتنحسو شنو حنا كثرت الدوزه على برا راه باش ما تنحسش براسنا عندنا كلشي سوا سوا كلشي وطا ولكن فاش كندخلوا لداخل راه تنبقاو نتأنبوا علاش انا درت هذه علاش درت هذه هذه والتوبه ما بقيتش نعاود ولكن تنخرجوا تنعاودوا كيما لا خوتي خلوني انا خويا بركه راه نضرب هاد الربع سنين نخرج نتوب لله هو صافي الله يجعل البركه ما بقيتش نجي للحرس ما بقيتش نجي هادي وغادي تهربوا خوتي غيهربوا شوفوا الخطه شنو داروا خوتي هي هذيك نور الدين الفاسي مشى دار راسو تنشر قال الموظف فتح عليا فتح ليه الكور تنشر الكشه عشان نقول لكم اخوتي عاود رجع قال لمصطفى اشنو قال ليه ايوا تفاهموا مع الدرير الفوق في 8 شامبري 8 اخوتي شنو نقول لكم هو اللي موالي القنت ديال الحلقه هو الاخر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سبعة والكاشو على 8 السيلونات هي قول 16 جامبري وكاشو 8 موالية الرون 8 ها الشرجم ديالها ها الرون هو الحيط هو الحيط هو هابط على الشرجم تقريبا ديال 8 بشي تقريبا شي 40 ديال السنتيم هي ديك اخوتي الاخر دلا ليهم لي زار داك الشيء معقود لي زار معقودين بالعقادي ديالهم دلا واخوتي اش نقول لك دلا دلا السلبه هذاك اللي زار دلا الكوران سدود الموظف جالس جا هذاك خويا مصطفى تا هو اش نقول لكم اخوتي حبيبي وما بلا ما نقول لكم عرفتي شحال ضرب ديال الحبسه الدري دابا راه بسكير ما تيدير حتى شي حاجه هذا مصطفى هادي مصطفى هذا ولد خميسات ولد احفر معطي اوريجين واحد البلاصه تنقولها احفر معطي راه يقدر دابا اي واحد ندوز معانا ديك اللقطه في داك العام في الحبس راه غيعرف هاد السيد هذا تا هو دماغ تا هو خوتي هي هذيك دار الاخر دلا السلبه راه مدليه لي زار معقود راه مدلي هي هذيك الاخر جاب كاشه قالوا للموظف تكلم السي فلان هو انا راه قال لك اجي تشرب اتي في البوست التحتانيه الموظف مسكين قعد داروا هما السرف باش حل فاش حل ليهم في الاولى خوتي فاش حل داك نور الدين دخل الكاشه فاش جاي سد الباب مع جوج دفات خلى واحد الزكروم ديال هذا محلول ديال هذا محلول باش يدير الدفه واخا الدفه مسدوده هكا مستاروت من الوسط وحده مع وحده هيجبدها هكا غديرها هكا الدفه خوتي غتحل خلى ليه في الاول الساقطه ما مركبش واحد الساقطه دير الدفه اللي ما تتحلش الثانيه حلهم وخلى الموظف ضرب الساروت اي راه الساروت دخل مع الباب مع الباب هكا جوج دفات ديال باش تدخل الكور هي هذيك خلاها هكا فاش مشى فاش قال لها واش تتكلم مع ديك التكلمه تتكلم مع دار مصطفى هكا مع داروا الباب هكا تحل مشى هناك انا خوتي ديك السلبه تب 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 والله اخوتي تا انا جاي ديك الساعه جاي لذاك الكور باش نجي مع داك الموظف داك الموظف عزيز عليا مسكين وهادي باش نوقف نسلم عليه ولو عند حق درت هكا وحق الله تيبان ليا الباب تيبانوا ليا جوج الناس راه هما طايعين السبع مصطفى وخويا نور الدين الفاسي شنقول لكم نتوما مافيات نتوما حباسه نيت الا قلتو حباسه ولكن انا ما كتبياش نهرب معاكم اخوتي غير سمحوا لي اخوتي صافي وهانتوما تشوفوها القصه تنعاودها لخوتي المغاربه اخوتي اللي متبعيني من جميع انحاء العالم هذه قصه اخوتي حيدتها من داك الجزء باش نخليها لكم بوحدها نعاودها لكم اخوتي
حقاش كاينين الناس يطلبوا لي تيقولوا لي القصص، تكون شي قصه زوينه اخوتي راه تنحيدها من شي جزء تنعطيها لكم بوحدها، ما تنبغيش نديرها لكم وسط ديك القصه ديالي ديال الانحراف من الجزء الاول والثاني والثالث وغادي هكاك. مازال غنجي لكم شي قصات ما عاودت لكم حتى في الجزء الاول والجزء الثاني ما عاودتهم لكم، قصص رائعه قصص زوينه. بالنسبه للمحتوى السجل اللي عندي انا اللي تنقول لكم قصات اللي عندي انا راه للبرجة وللعبره. ها خوتي الشباب عندك تشوفوني انا تندير هكا ولا تندير هكا تقول ديوني ديروني قدوه وديروني عبره وتصنتوا كلامي بعدهم الاقراص المهلوسه بعدهم مربكت من والا. اقراص مهلوسه مربكت من والا هي اللي تتخليك تديك الطريق الانحراف. دير بلا دير اقراص مهلوسه دير مع شفت من والا تهز الجنويه تهز هذه الضرب هذه الضرب هذه ويولي قانون جديد بقاو عندك غير جنويه عقاب اخر اخوتي. اخوتي الشباب راه النصائح ديما ليكم ما نخرجش عليكم كما تنقول لكم. هي ديك اخوتي نكملوا القصه مشاو انا وقفت نشوف فيهم هكا اخوتي والله الا تنقول نزيد كون زدت كنت انا راني على برا ولكن خرت شنو غادي ترجع فازيو غير كونفيونس ما لابسش الكوندالي وهربتي عندك 3 شهور ديال الحبس كنتي خدام مع المسؤولين داخل المؤسسة ولابس كوندالي دايرين فيك الثقة تيتسمى فازيو كونفيونس تيعطيك 6 شهور الحبس. مشى داك السيد مصطفى مشاو داك الفاسي هربو مشاو شنقول لكم اخوتي عياو تبعو والو ما لقاو ما شدو غا البرد. فازيو ما زاد فين يجيو الموظف فين يدورو للحبس تا خوتنا في الله جابوها في مكناس وجابوها في فاس مشاو مشاو شنو بداو تيديرو اخوتي سرقة السيارات تيسرقو الطوموبيلات داك نور داك الفاسي تيسرق السيارات مختص بوليسونس سرقة الطوموبيلات مشاو بقاو تيديرو المناتيف دارو المناتيف دازت تقريبا شي 6 شهور هذاك مصطفى جا كاين واحد الموظف عندنا داخل المؤسسة الله يعمر ليه الدار خويا جمال بلا ما نقول كنية ديالك ما شي حاجة ولد السخيرات خويا جمال الرجولة ما تيتعدى على مسجون ما تيضرب مسجون ما تيأذي مسجون والمعقول. مشى داك مصطفى شاف راسهم حيحين عليه شاف المنتف وقع نور الدين المناتف اللي دارو هي هذيك اخوتي جا عند داك جمال لقاه جالس في قهوة قال لي انا جيت عندك مقدم راسي باش ما نتضرب ما تا شي حاجة. قال له لا تعطيني الامان قال نعطيك الامان اخي مصطفى من اديش قال داك السيد داك الموظف نعم الرجوله ونعم فعلا نيت اخوتي جاب داك الدري قدمه داز للمحكمه ما تادى ما والو خدا العقوبه ديال الكاشو مشى داز للمحكمه عطاوه 3 شهور ديال الحبس عطاوه 3 شهور ديال الحبس عيطوا ليه الناس ديال مكناس جاب 4 سنين اخرى على 4 سنين ديالو باقي ما ضربش فيها تقريبا 3 شهور وعلى 3 شهور ديال البازيو وعلى 4 سنين اللي زاد في مكناس وضربت انا ديك الربعه خرجت وتلاقيت معاه في مكناس داك القصه اللي عاودت لكم راه كان معايا في مكناس هو ودخلوا عليا عاوتاني داك نور الدين الفاسي تا هو جايب 4 سنين ديال الحبس ديك الساعه كان اندماج خويا مصطفى دنجمت لي 4 سنين وتا خويا نور الدين الفاسي مجات لي 4 سنين ديال الحبس. هذه اخوتي هي القصه اللي بغيت نعاود لكم فاش كنت بغيت تا انا نهرب من الحبس ومع هاد الجوج تا هما من المال ديسيبلين اكثريه هاد نور الدين الفاسي المال ديسيبلين بصح عنده هنا كمبيوتر ماشي عقل عنده هنا كمبيوتر. شوف الطريقه اللي كنا غنديرو في الاول خطه خوتي ما في الافلام وما تدارش هذه الخطه كون صدقات كل ما البرقا قال لي برق بينا هذه تبقى في التاريخ هذا البازيو وهذا غيبقى في التاريخ هذا الفرار والله تيبقى خوتي في التاريخ ولكن كامل شك بينا هو اللي درنا هذا الشيء هذا باش ما كملناش الخطه ديالنا وانا كملت لكم البازيو اللي تنفذ شاو فيه دوك الزوج وانا ما مشيتش وتا دوك الناس الاخرين ما مشيوش اللي شتونا. لهذا اخوتي القصه ديالنا سالات وان شاء الله مازال القصص الرائعه اخوتي المغاربه شكرا لكم تحياتي
واحتراماتي وتقديري لكم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، خوتي الجزائريين والليبيين والتونسيين والموريتانيين، هو كاع اللي كيشهد بشهاده لا اله الا الله وشهاده محمد رسول الله، هو كاع اللي متبع القناه ديال خو خالد النور، تنشكركم بزاف على المسانده ديالكم، وعلى بلا ما نقول لكم اخوتي والتعليقات الرائعه والتشجيعات. ها زيد مع خويا خالد برافو، القصص ديالك زوينه، وهذا هو القصص ديالي انا اللي غادي نبقى نعاود. انا عندي محتوى سجون للفرجه وللعبره اخوتي، كاع اللي متبع القناه ديال خو خالد النار ما تنساوش اخوتي عاونوني بالبارطاج، عاونوني بالبارطاج اخوتي، راه بلا بكم ما تنساو حتى شي حاجه، بلا بكم ما تنساو حتى شي حاجه. وانا اخي بلالي، بلالي اللي قلت لي حيد عليا ديك الكاسكيط، حنا حيدناها اخويا، قلت لي دير التشاوك اخويا، ما عنديش انا مع داك التشاوك 46 سنه نضحكوا شويه اخوتي. ولهذا اخوتي المغاربه تنشكركم، ديكاس كامل ليكم اخوتي، والله نحبكم نموت عليكم، ربي يحفظكم ليا، ربي يحفظكم ليا اخوتي. ما تنساوش اخوكم بارطاجيو، بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو اخوتي، الله يجازيكم بخير. اخوكم خالد والو كما تنقول لكم، لا خدمه لا والو، وانتم الشباب سالينا وبركه، هاد اخوتي الشباب ديروني قدوه كما تنقول لكم، دو من النصائح اخوتي، انا والو ما نتبر والو، والو والو صحتي هاي يدي يا صاحبي، ها شوف بلا ما نوريك تاق النبه ما كاينه حتى فين نصور اخويا، اتبع القرقوبي غتخرج بحالي ولا تخرج اكثر مني. تنتوما الوالدين اولياء الامر، ما تضغطوش على الوليدات، او بلا ما نقول لكم شويه اللعب شويه هذه شويه هذه شويه هذه، كما تنقول لكم دائما وريو لوليداتكم الفيديوهات ديالي تفرجوا فيهم، راه زويونين راه يديو نصائح. وهذا تنقول لكم اخوتي شكرا لكم، ما تنساونيش البارطاج 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 اخوتي، بارطاجيو بارطاجيو لعائلتكم، بارطاجيو صحابكم، بارطاجيو اخوتي، عاونوا اخوكم خالد. تحياتي احتراماتي وتقديري للجميع، خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، خوتي الجزائريين والليبيين والتوانسه والموريتانيين، وكاع اللي تيشهد بشهاده لا اله الا الله وشهاده محمد رسول الله، وكاع اللي متبع خورخان القناه خو خالد النور. تحياتي احتراماتي وتقديري لكم، ان شاء الله فيديو جاي عاوتاني نشوف واش نكمل لكم الجزء الاخر ديال جزء 12 ديال 10 شهور الحبس على القرقوبي، هو اللي غنكمل لكم ان شاء الله غدا انا معكم فيه. تحياتي واحتراماتي للجميع.